فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل مستقيم وألقي بعض الكلمات في المساجد، لكن أخي شخص لا يصلي، وأقول له لماذا لا تصلي؟ فيقول إن شاء الله عجزا منه، وكان يصلي في البيت ثم قطعها حتى في البيت، يقول: فما نصيحتكم لي؟ نصيحتنا ألا يبقى هذا في البيت، إما أن تخرج أنت وتسكن في بيت آخر إن كان البيت له، وإما أن يخرج هو إن كان البيت لك، ولا تساكنه وهو على هذه الحالة. نعم.